من الأشياء اللي لو شرتيها ما راح تندمين خلاط مولينكسيوف والأشياء والملحقات اللي تجي معه. يتميز هذا الخلاط بشكل الأنيق وقاعدته الثابتة، يجي من الأسفل باللون الأسود ومن الأعلى باللون الأبيض، مصنوع من البلاستيك، ويجي بهذا الجيك مصنوع من البلاستيك السميك مثل ما هو واضح معاكم بحجم 2 لتر، ويجي في الأعلى بهذه الفتحة نقدر نفتحها ونحط الأشياء اللي حابين نخلطها بدون ما نفتح الغطاء، ويجي بسرعتين عالية بقوة 700 واط، وما يقتصر عمله كخلاط، يجي مع هذه المطحنة بشفرات مصنوعة من الستانلس ستيل باللون الفضي، ويجي مع أيضا هذه المبشرة بشفرات من الستانلس ستيل، وما أحكي لكم عن جودته، بجودة جدا عالية وصناعة فرنسية. نقدر نستخدمه كخلاط، ونقدر نستخدمه كمحضر الطعام، ونقدر نستخدمه كمطحنة وأيضا مبشرة. فوائده جدا كبيرة، استغلوا فرصة العرض واطلبوه الآن.